الولايات المتحدة الأمريكية أعلنتها بشكل رسمي وواضح أنها لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وأنها ضد فكرة دعم إسرائيل في تهجير أهالي القطاع. ده طبعا بعد تكثيف الحديث من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن بعدها شفنا امبارح في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي في طوكيو على هامش اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة دول السبع، وهو يؤكد نفس الكلام بأننا كولايات متحدة الأمريكية نرفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة. وده تحول بالمناسبة في الموقف الأمريكي الداعم لقوات الاحتلال. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على تليفون السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا بك. رؤية حضرتك لما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة؟ الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري ومتمسكين ببلدهم ومتمسكين بأرضهم. ده هو الأساس وهو مربط الفرس. موقف الولايات المتحدة أنا شخصيا لا يهمني في شيء. الولايات المتحدة فقدت أهليتها لأن تكون وسيط محايد. الولايات المتحدة أظهرت انحياز فاجر لإسرائيل. وزير خارجيتها ورئيس جمهوريتها كانوا بيحضروا مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة. رئيسها كذب كذب بين عندما قال إن حماس بتقطع رؤوس الأطفال، وعندما قال إن ما دمر المستشفى المعمداني هو صاروخ فلسطيني، في حين إن وسائل إعلام وول ستريت جورنال والنيويورك تايمز أكدوا إن ما أصاب المستشفى هو قنبلة MK84 صناعة أمريكية غير قادر على حملها إلا الطائرات الأمريكية. فكل ده يجعل الولايات المتحدة أنا في تقديري خارج معادلة السلام وخارج أي تسوية للشرق الأوسط. الولايات المتحدة عضو دائم في مجلس الأمن. والعضو الدائم في مجلس الأمن دي مسؤولية وليس طرف، مفروض منها أنها ترعى السلم والأمن الدوليين. عندما يكون أسلوبها في رعاية السلم والأمن الدوليين أن ترسل حاملتي طائرات نوويتين وغواصة نووية من طراز أوهايو، الغواصة من طراز أوهايو بتحمل 20 صاروخ، كل صاروخ بيحمل 7 رؤوس نووية، قدرة كل رأس تدميرية 100,000 طن من TNT. هل هذا هو رعاية السلام؟ هل هذا هو رعاية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؟ عندما نظل لمدة 33 يوم تدك الأراضي الفلسطينية بهذا الفكر، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية حكم أعضاء الحزب النازي بتهم، منها الحل النهائي الذي طرحه النازي لتطهير ألمانيا من اليهود بإرسالهم إلى أفران الحريق ومعسكرات الاعتقال وإجبارهم على الهجرة من ألمانيا. ما تفعله إسرائيل اليوم في غزة هو حل نهائي آخر لتطهير الأراضي الفلسطينية من أهلها الفلسطينيين. طيب. الولايات المتحدة طبقا للتعديل الثاني من الدستور فيما يعرف بمدونة الحقوق بيل أوف رايتس بتعطي المواطن الأمريكي الحق في حمل السلاح وتكوين الميليشيات للنضال ضد الحكومات الظالمة. هل هناك ظلم أو حكم أكثر ظلما مما تعرض له الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي؟ أليس هذا حق في الدفاع عن النفس؟ طيب كل ده
اتفضل يا فندم. واحنا بنتكلم عن التصريحات اللي صدرت مؤخرا من الولايات المتحده الامريكيه وتاكيدهم على رفض تهجير الفلسطينيين قسرا، هل هناك اسباب خفيه مثلا دفعت الولايات المتحده الامريكيه للاعلان عن رفضها فكره التهجير؟ الاسباب ليست خفيه. الاسباب هي صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه الملحمي الاسطوري عن حقه وعن ارضه، وتعريه اسرائيل وتعريه الولايات المتحده وتعريه دول حلف شمال الاطلنطي امام العالم عن صمتهم عن هذه الفظائع، واصبح هذا بيهدد استقرار الحكومات. فلا تنسى ان الولايات المتحده هزمت في حرب فيتنام بسبب التغطيات الاعلاميه للفظائع اللي كانت بترتكبها في فيتنام. فامتى النهارده الوسائل التعريه اصبحت تطورت كثيرا. حرب فيتنام كان يمكن اكبر حرب غطاها التلفزيون على الارض. النهارده هناك وسائل التواصل الاجتماعي، كل من معه تليفون محمول بيصور. فعرت اسرائيل وعرت الحكومات الغربية أمام الرأي العام العالمي. طيب نقدر نقول إن اللي بيحصل ده في حالة إذا حاولت إسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين اللي موجودين في قطاع غزة، ماذا سيحدث؟ أولا الشعب الفلسطيني سيرفض، وأيضا ده هيدفع إسرائيل إلى ارتكاب المزيد من الفظائع والمزيد من جرائم الحرب. للأسف النهارده هل هناك مزيد من الفظائع وجرائم الحرب؟ يعني اعتقد انه بعد قتل الأطفال والسيدات وضرب المستشفيات والتجويع، ايه ممكن تاني يرتكب؟ الاستمرار، يعني احنا شوفي ليس هناك حدا للتطرف وليس هناك حدا للحماقة. احنا استمعنا الى وزير إسرائيلي في حكومة قائمة، ليس وزير سابق، بيقترح ضرب غزة بسلاح نووي. وبعدين يعني أنا بحب برضو أوضح أن السلاح النووي يعني محظور لأنه سلاح دمار شامل. هناك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين كبار بأن احنا هنحول غزة إلى جزائر خربة مدمرة. ده تدمير شامل حتى بغض النظر عن الوسيلة إيه. ومسؤول آخر قال إحنا ممكن نضرب لبنان ونعيدها إلى العصر الحجري. ده أيضا تهديد بدمار شامل. فليس هناك حد للحماقة وليس هناك حد للتطرف يقف عند وقت. أكيد. كل الشكر ليك سعادة السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.